قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقوله تعالى أيشركون، الهمزة هنا همزة استفهام يراد منها الإنكار والتوبيخ. والاستفهام في عرف البلاغيين هو طلب العلم عن شيء مجهول بإحدى أدوات الاستفهام. فحينما تسأل تسأل في الأصل عن شيء تجهله بإحدى أدوات الاستفهام، لكن إذا كنت عالما فيكون لهذا الاستفهام مقصود آخر، ويكون لهذا الاستفسار غرض آخر. فالغرض من هذا الاستفهام هو التوبيخ، ولذا قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. فيوبخهم جل وعلا على ما صنعوه وفعلوا. ماذا صنعوا؟ أنهم اتخذوا هذه الآلهة معبودات من دون الله عز وجل. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. وإذا ذكر عز وجل أن سبب اتخاذهم لهذه المعبودات هو أن تشفع لهم هذه المعبودات، كما ذكر عز وجل في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم ختم الآية فقال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدل على أن هذا المعتقد الذي اعتقدوه جعلهم كفارا، مع أن معتقدهم أنهم جعلوا هذه المعبودات تشفع لهم عند الله عز وجل.